الجندي محمود محمد صالح الحداد مديرية القفر بني مسلم محافظة إب. أخذونا يعني بعد أن يعني استدعتنا يعني استدعانا قائد اللواء إلى يعني بأن نتمم على اللجنة في ذمار، وقالوا بأن لا يصرف لكم أي راتب أو مخصص مالي حتى 100 ريال إلا بعد أن تتمموا على اللجنة بذمار وتحضروا مع قائد اللواء إلى صنعاء. يعني فأخذونا بالقوة وإحنا مكرهين، يعني كيف نسوي وكيف نعمل بعد أن يأخذوك بالقوة؟ وأخذونا من صنعاء يعني دورة ثقافية ودورة مدفعية، وبعد ما الدورة الثقافية والدورة المدفعية وزعونا إلى جبهة الساحل وإلى جبهة ميدي. عبد السيفان علي صالح التابي محافظة حجة ناحية قائدنا العزلة الغربي. أسرت في بني حسن تاريخ 28/3/2019. أنا كنت أعمل سائل كان القائد أبو هاشم في مديرة فائدنا. المواطنين أكثر المواطنين يعني نزحوا، يعني أكثرهم من يعني كان منه كان يعتقل لهم يعني أكثرهم ظلما. أنا خليل أحمد المبالش. عمرك؟ عمري 17. أسرت في مديرة ألس بني حسن في 28/3 يوم الخميس 2019. أسروني قبل شوية. في أي موقع؟ هنا في الشبكة. الشبكة؟ كذا للشبكة. كيف تعاملوا معك زملائك من هؤلاء؟ كيف تعاملوا معك أبناء الجيش الوطني؟ والله ما بلا تعامل أحسن تعامل. أنا أحمد سعد إسماعيل القصبة من محافظة المحويج من عزلة القصبة من القبلة. أسرت في تاريخ 28/3/2019 يوم الخميس أمس. بني حسن حبس. علي محمد ناصر مهيب من مديرية وشحة ناحية حجة، أتم أسري إلى بني حسن.